أسئلة كتير وإجابات كتير مستنيين نعرفها من ضيفنا اللي منورنا دكتور مجدي حمزة الخبير التربوي. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا الحقيقة أستاذ. دكتور، أنا يعني لما بيتقال الكلام ده بخاف إنه إن إحنا نشوف جرعة مباشرة، أصل فكرة المباشرة في الخطاب والمباشرة في التوجيه والمباشرة في الوعي وفي النصح وفي الإرشاد وفي التثقيف، الحقيقة ساعات بتصرف الناس عن عظمة الفكرة، يعني فكرة إنه الحاجات تيجي مباشرة قوي وموجهة، وخاصة إنه موجه لطلبة في المرحلة الإعدادية، يعني إحنا بادئين من الإعدادي. هو أنا سامع الحوار بتاعكم طبعا، حاجة هايلة بصراحة يعني. نشكرك. وبنتكلم في مشكلة من أخطر المشكلات اللي بتواجه العالم كله، مش مصر بس. ومصر ابتدت تاخد خطوات إيجابية اللي أوت أوف بوكس، يعني بره الصندوق تماما، عشان نقدر نواجه المشكلة اللي إحنا بنعيش فيها. بس أهم حاجة حابين نقولها للسادة المشاهدين، يعني إيه الصحة الإنجابية الأول؟ ده مفهوم بسيط جدا. يعني إيه الصحة الإنجابية؟ عشان نوضح للناس للمشاهدين، يعني الصحة الإنجابية هي معناها من معرفة من قبل منظمة الصحة العالمية، هي اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية في الأمور ذات الصلة الخاصة بوظائف الجهاز التناسلي، وبتعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن الإنجاب. تمام؟ ده الكلام الأكاديمي. طيب احنا ابتدينا العالم كله من حوالي شهر بالظبط، زي ما الاستاذه شريهان قالت، ان وصلنا ل 8 مليار. وده حصل عمل انفجار سكاني في العالم كله. وبرضه اعياد بتعليق حضرتك قلت ان الكره الارضيه ما بتكبرش، لكن السكان بيزيدوا. ده عامل مشاكل كبير في الغذاء وفي الصحه وفي التعليم، وبتلتهم كل حاجه خاصه بالتنميه. ابتدت مصر من اوائل الدول، ومعلش حضرتك قلت في المقدمه انت ومدام هيدي حاجه مهمه قوي، ان مصر من 8 دول على مستوى العالم معرضه للانفجار السكاني، واكثر من اكثر الدول اللي هيحصل فيها زياده سكانيه. صح. ده بيحطنا قدام محك رئيسي احنا عندنا ومهم مسؤولية جدا. عالمية يا دكتور، مش بس مسؤولية ناحية بلدنا، احنا عندنا مسؤولية ناحية العالم والجنس البشري ككل والكوكب. أكيد إحنا كوكبنا في خطر عموما، يعني طبعا إذا كان في المناخ أو في انفجار السكاني. لكن لما نوصل إحنا نكون دولة من ضمن 8 دول في العالم هيحصل فيها مشكلة انفجار سكاني، لا لازم نكون هنا في ريد لاين نتكلم عنه. لازم المجتمع المصري يفوق، لازم المجتمع المصري والمجتمع ما هو ده العربي. مفهوم 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 يا دكتور، بس اوصل ده ازاي لطالب في اعدادي؟ ما هو ممكن يرد ويقول هو انا لوحدي اللي هعمل ازمه، وده الكلام اللي الحقيقه دهور الحال. فكره ان انت دايما شايف نفسك مش انت المسؤول عن الازمه، هو انا يعني لما اخلف 3 عيال هو ده اللي هيغرق المركب؟ يعني دايما ده الرد اللي الناس بتردوا عليه، على اي رساله فيها توعيه وتنبيه. هو كلنا مسؤولين، العالم كله مسؤول قدام المسؤوليه العالميه كمان. يعني العالم كله لازم يقول ان انا اللي عملت المشكله، مش مصر بس. ووزاره التربيه والتعليم من الوزارات المعنيه بالنقطه دي، وعشان كده عملت بروتوكولات مهمه جدا مع منظمه الصحه العالميه عشان ندمج الصحه الانجابيه من خلال الدمج والقضاء. ايوه ندمج ازاي بقى؟ هو ده سؤالنا باعتبار حضرتك خبير تربوي. يحصل الدمج ازاي لطالب وطالبه في المرحله الاعداديه مبدئيا؟ من خلال المناهج ازاي؟ بص يا فندم، هو المناهج لازم تتضمن تعريف بسيط للصحه الانجابيه والانفجار السكاني، ومخاطرها على المجتمع المصري ومخاطرها على المجتمع العالمي. وده مهم جدا عشان نوضح احنا واصلين لغايه فين، وخاصه ان احنا وزاره التربيه والتعليم تقريبا 25% من المجتمع المصري ده كطلاب. بالاسر احنا المجتمع، وزاره التربيه والتعليم هي بتناقش المشكله المصريه كلها او الاسره المصريه كلها. لازم نحط مفاهيم بسيطه واضحه وصريحه، وتقدم بطريقه علميه عن طريق المناهج وعن طريق الاغاني وعن طريق المشكله، ان انا شارك الناس في المشكله ديت عشان يحسوا بمدى الخطوره اللي بنعيشها في المناهج المصريه. وابتدت وزاره التربيه والتعليم تحط الخطوط العريضه في النقطه دي، وازاي ندمجها من بدايه السنه الجايه. هندرس الصحه الانجابيه والمشكله السكانيه في المناهج المصريه، بس برضو هنا بيحطنا في محك احنا هنوضع المناهج ازاي. هل
المناهج تتحط بطريقه بتناسب كل الاعمار السنيه اكيد هتناسب كل الاعمار السنيه، ولازم هتختلف، وخاصه ان وزاره التربيه والتعليم قالت ان انا هطبق ده في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. يعني احنا بنتكلم في مرحله المراهقه اللي هي اهم مرحله في حياه البني ادم وحياه الطالب وحياه الطلاب في مصر كلهم، وبالتالي هترسخ عندنا فكره الخطوره اللي هتحصل على مصر وعلى العالم كله من خلال الزياده السكانيه. احنا بنشكرك يا دكتور مجدي، شكرا جزيلا دكتور مجدي حمزه الخبير التربوي الحقيقي.